السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة نتحدث فيها عن كيف أسر الملك فيصل قلوب البلجيكيين. لكن قبل ما نبدأ الحلقة، لا تنسوا الشير والسبسكرايب واللايك والكومنت وفعلوا الجرس عشان توصلكم حلقاتنا. بسم الله نبدأ. في العام 1967 ميلادية زار الملك فيصل رحمه الله بلجيكا في زيارة رسمية، وخلال هذه الزيارة صادف نشوب حريق كبير في أكبر مجمع تجاري في العاصمة بروكسل. هذا الحريق المهول والذي لم يستطع رجال الإطفاء السيطرة عليه في الوقت المناسب نتج عنه وفاة 300 مواطن بلجيكي. بعد أن تمت السيطرة على هذا الحريق ساد المجتمع البلجيكي الحزن الكبير، فالعديد من العائلات إما فقدت أصدقاء أو أقارب أو أحباب. تتوقعوا مثل هذا الحدث ممكن يعدي على الفيصل مرور الكرام دون أن يحرك ساكنا؟ الملك فيصل في تلك اللحظة أعلن تبرعه بمليون دولار أمريكي لأسر الضحايا في موقف إنساني نبيل. طبعا هذه اللفتة الكريمة من الملك فيصل كان لها الأثر الكبير في نفوس البلجيكيين، وفي مقدمتهم الملك بودوان الأول ملك بلجيكا. فخلال اللقاء الرسمي الذي جمع ملك بلجيكا بالملك فيصل رحمه الله، اقترب منه الملك وقال له: جلالة الملك، لم يتفاعل مع هذه الحادثة أي رئيس أوروبي، فالشعب البلجيكي ممتن بشكل كبير لهذا الموقف الإنساني الذي قدمتموه، ونحن على استعداد لتلبية أي طلب شخصي تطلبونه مقابل ما قدمتموه لشعبنا الكريم. طبعا تتوقعوا في هذه اللحظة رجل عظيم مثل الملك فيصل رحمه الله، إيش تتوقعوا ممكن يطلب؟ استثمارات؟ قصور؟ منتجعات سياحية؟ فكر الملك فيصل رحمه الله في صمت ثم قال: جلالة الملك، نريد مبنى خاصا ليكون مركزا إسلاميا للمسلمين، ومسجدا تقام فيه الصلاة بدلا من اضطرار المسلمين للصلاة في بيوتهم. طبعا الملك البلجيكي في ذلك الوقت تفاجأ، فبلجيكا لم يكن فيها أي مركز أو مسجد إسلامي في ذلك الوقت، ولكن دون تردد استجاب لطلب الملك فيصل رحمه الله وأهداه المبنى الشرقي لمتحف الآثار ببروكسل، والذي كان يقع في منطقة من أجمل أحياء العاصمة البلجيكية. طبعا بعد أشهر قليلة بفضل الله ثم بدعم الملك فيصل رحمه الله أصبح ذلك المتحف مركزا إسلاميا ومسجدا يضم 3500 مصلي. ليس ذلك وحسب، بل اعترفت بلجيكا بالدين الإسلامي كدين رسمي في البلاد، وأضافت مواد الشريعة للمدارس التي يدرس فيها المسلمون. واليوم ولله الحمد وصل عدد المساجد في بلجيكا إلى ما يقارب 400 مسجد والعشرات من المراكز الإسلامية. ختاما أيها الأحبة، رحم الله الفيصل، والذي رغم رحيله منذ ما يقارب النصف قرن ما زال يعطي التاريخ دروسا في الإنسانية والأصالة العربية والإسلامية. وفي أمان الله.